فيكم، رجعنا لكم من بعد الفاصل القصير جدا. والشيف علا اليوم رح تحضر لنا الطبق الحلو، لكن بدي احكي لمخرجنا حسين، التفاعل عندنا كثير كبير على الفيسبوك لايف وعم بطلبوا منا ارقام الهواتف لو تظهر اسفل الشاشه على اساس انهم يتواصلوا معنا. شيف علا احكي لي عن طبق الحلو اليوم. طيب اليوم اسمه حلا الجيلي المائل. الجيلي رح يكون الجيلي اللي بنشتري من السوبر ماركت، انا جايبته من سيفوي. هي اولا المكونات راح تظهر على الشاشة حاليا. المكونات: باكيت جيلي له كاسة ماء ساخن وكاسة ماء مغلي أو كوب صغير. هلأ هذا الكوب كبير، فأنا راح أحط 3/4 اللي هو كاسة الشاي، يعني اللي بنشرب فيها بالبيت. بكاسة الشاي بتحطي واحد ساخن واحد بارد، أي إشي بدك تعملي فيه جيلي اتبعي هذا المقدار بزبط معاكي. 2، الباكيت الجيلي بيكون بالزاوية من تحت بدائرة صغيرة مكتوب عليه بقري أو حلال. هذا اللي جيبيه، اللي بيكون مكتوب عليه نباتي ما بزبط. ما تجيبيه ولا تشتغلي فيه، تمام؟ راح أجيب أنا الجلي وراح أنزل، خلينا نحط كوب اللي هو مغلي وراح أحرك لأنه الجلي هو عبارة عن جيلاتين، تمام؟ راح أدوبها. وصفة سهلة وسريعة وخفيفة ولطيفة يعني. بس بدنا نعبي هاي مي لو سمحتي من ال تكرم. هناك حبيبي. أنا أصلاً اليوم ما ساعدتك. طيب إحنا بحاجة لصينية من الكب كيك عشان أميل عليها، لما بقول حلا الجيلي المائل معناته أنا بحاجة لصينية كب كيك وكاسة بدها تقعد بشكل مائل، بعبيها وبعدين بميلها وبحطها بالثلاجة. بدك هون؟ تفضلي. أيوة تمام. هي ساعدتك. أبداً. طيب نجيب كمان صحن فاضي من تحت. حاضر. شايفين؟ هلا هاي الرغوه، هاي رغوه الجيلاتين، تمام؟ ما بدي اياها، بشيلها. هذا بتحبي؟ بصير. اوكي، عم بحرك انا عشان الجيلاتين يدوب منيح يطلع وضعه تمام. هلا هذا اذا لما امي بتقولي انه انا شلت الكميه كامله، لا، اول ما يهدى الرغوه بتطلع ابو معلقه او معلقتين من كل الجيلي. اذا طلعت هاي الرغوه معناته الجيلاتين عندك داب وامورك بالسليم، تمام؟ بنشيلها فورا بمصفاية ناعمة عشان أنا أبلش أسكب ويكون عندي الوضع سليم. شايفة؟ الرغوة أهم إشي طبعا. أيوة، هاي إذا ما طلعت معك معناته الجيلاتين ما داب. لهيك في ستات لما بدها تقرر تعمل لعيد ميلاد جيلي مثلا، شوفي قديش الموضوع بسيط ولكن التحضير غلط. طبعا. بتحطي الباردة بتحطي السخنة وبتحرك وبضل يومين ما بجمد أو برقص. فهذا هو الموضوع، إنك أنت دوبيه منيح. أول إشي بتنزلي الساخن، بتدوبي الجيلاتين وبعدين بتنزلي. هلا رح نسكبه، هيها هيك رح اسكبه بالصحن واميله واحطه بالثلاجه ساعه وبكون وضعك تمام. طبعا هو نحن بنستخدم المصفايه الصغيره عشان الرغوه او عشان ايش؟ عشان اشيلها. اوكي تمام. بعدين رح اجيب عندي يعني تفاعل كثير كبير على فقره المطبخ اليوم. شيف علا مو معقول، ما بتصدقي قد ايه التفاعل حلو على الفيسبوك لايف. ام علاء عم بتقولوا اقراوا اسمي، عم بتقول لنا اقراوا اسمي. هي ام علاء العدوان بتصبح عليك يا شيف علا. هينا حكينا اسمك يا ام علاء. يا ام علاء شوفي شهد، انا عبيت صح؟ اوه. بعد ما عبيت بقيس، بميلها عشان ما بدي تعبي للدنيا بالثلاجه. بميل، وصلت بوقف. بحط أول إشي الصينية برف الثلاجة وبعدين بجيب الكاسة بعبيهم، ولما أقعد عند أمام باب الثلاجة ببلش أميل الكاسات جوا. مش تحمليها من المجلة على الثلاجة، بتكبكب وبتعبي الدنيا وبتتكسر الكاسات. بعدين الفن. أوكي، أنت هون بدك عشان يتكون الشكل زي ما أنت بدك اللي هو هاد. أوكي، هذا هو. أوه تمام. هبدأ أحطه هون، خلي الكاميرا تأخذ المية. يا سلام. هذا هو الشكل المائل، بتعبيه فواكه، بتفرمي فواكه، بتعبيه كاندي، بتعبيه موس فراوله مثلا، بتعبيه كريمه مخفوقه. كثير حلوه. انا الكريمه المخفوقه هيها حضرت كريمه وخفقت معاها باكيت جيلي لون احمر. حلو. او اللي هي نكهه الاورن الفراوله. تمام. هيها عشان ابلش اعبي. بس هيك معك شهد. شوف مين معنا كمان على الاونلاين. معنا نجود بتحكي معاكم، نجود الشرعه، معنا نوال يسعد صباحكم، معنا ام نضال، النبهان يسعد صباحك يا احلى شيف، عندنا منى درويش ما شاء الله تبارك الرحمن شيف علا، وفي عندنا كمان نجود بتحكي دائما صباحكم غير مع الشيف علا، ومحمد البابدي بتحكي يسعد صباحكم، ايمان الخوالدي يسعد صباحكم،
أماني يما جمال هالشيف يسعد قلبها ما ألطفها. سوسن أحلى شيف وأحلى شهد مبدعين سوسن محمد. ردينا صباح الخير يا صبايا منورين ما شاء الله عليكم، أنا من أمريكا ومن المعجبات فيك يا علا وبدي طريقة البطاطا المقلية مثل المطاعم. حاضر حاضر حاضر، رح نعمل حلقة خاصة لتحضير أفلام هندية لرمضان. نور البرغوثي صباح لأحلى علا. سوسن رضوان بدنا طريقة عمل مربيات الفواكه، حلوة فكرة مربيات الفواكه. بموسمها إن شاء الله، يعني اللي بيجي موسمه بنعمله فورا. حنان بركات يسعد صباحكم، شيف علا وشهد أنا بتابعكم من لبنان، تحية لإلك ولكل أهالي لبنان. أم نادر زيتون صباحكم ورد. حنان الزعبي يسعد صباحكم، بحبكم كثير، بحب أصبح على ابني الغالي جهاد حبيب قلبي. وكمان برنسس أمل إبداع. عندنا كمان آية الأسعد، سلامي لزوجي أسعد حسان والمذيعة والشيف علا الرائعة. وإيمان الخوالد برضه بتصبح. اي استفسارات حابين تسالوا الشيف علا عن طبق الحلو اللي عم بتجهز اليوم، يعني الهوى معكم والمجال مفتوح لكم. نعم، وطبعا في ضغط اتصالات كثير كبير. ناديه التميمي وانا كمان اقرا اسمي احلى شهود وشيف علا بالكون. شكرا يا ناديه، يسعد قلبهم جميعا. ميساء النابلسي شهد ليه ما بتقرأوا تعليقي؟ ميساء النابلسي يسعد صباحك وكل أيامك، وهي أحلى يعني أحلى اسم كمان. طيب إحنا هون عم بحط فراولة للونه أحمر، اللونه أخضر هذا لايم، الليمون الأخضر، بتقدري تلعبي بألوان الجلي. حطيت كيوي لليمون الأخضر، ممكن كمان اللي هي هون أعزز شوي أو ممكن أخلط، بصير اللي بدك إياه هيك مثلا يكون فواكه. ممكن أنا حطيت شوي راسي بالآيباد لفيت وجي لقيت هالجمال كله، يعني مو معقول. حبيبتي برافو برافو شيف، يعطيك العافية. تمام يلا أوكي، هيك بتكون يلا حننقلهم على طاولة التقديم. يا عيني يا عيني يا علا، يعطيكي ألف عافية على هالإبداع وهالأطباق اللذيذة جدا. يعني نتمنى لكل المشاهدين عطلة نهاية أسبوع سعيدة تكون عليهم، يعني المنظر النهائي أكثر من رائع وطريقة تزيينك وتحضيرك للطاولة بجنن. علا يعطيك يا شهد أنتوا البركة أكيد. شكرا لجميع المتابعين على طيب المتابعة، ما تنسوا إحنا بنلاقيكم كل يوم بنفس التوقيت الساعة 10 صباحا عدا يوم الجمعة. خليكم معنا وخليكم أعطونا طلباتكم، معاكم وفيكم بنكبر لا غنى عنكم. صباحكم سعيد ونهاية أسبوع جميلة، وشكرا على متابعتكم. إلى اللقاء. جودة وسعر